متعلقة كذلك بتقوية المناعة، حديث على الرياضة، كيف يمكن أن نغتنم فترة الحجر المنزلي في تقوية المناعة؟ ربما الرياضة لا يمكن أن نمارسها الآن في أماكن وفي قاعات للتجمع، لكن ربما نصائح بإمكانها أن تقوي مناعة الإنسان في البيت ذاتيا وهو في الحجر المنزلي، بإمكانه أن يستغل هذا الوقت في تقوية مناعته. نعم أكيد، هم أربعة أشياء يجب أن يحفظها جميع الناس تقوي المناعة وتقي من جميع الأمراض. أربعة أشياء: النظام الطبيعي يعني أغذية طبيعية طبخ المنزل، الثاني الرياضة، الثالث الصيام، الرابع بروبوليس هذا يعني أكبر النحل مع الغذاء الملكة. هذه الأشياء يعني هذه الأربعة يجب أن يركز عليها جميع الناس، وفي شهر رمضان إن شاء الله إذا كان الناس يقدرون على هذه الأشياء أكيد إن شاء الله أننا سنخرج. الذي أنا متأكد منه أن سنخرج من هذه الجائحة، فقط أن نخرج بأقل ضرر وبأقل عدد الأرواح. أما سنخرج إن شاء الله سنخرج منها أكيد، لأن لدينا مقومات ممكن إن شاء الله أن نخرج من هذه الجائحة، فمجتمعاتنا قادرة على الخروج، مجتمعاتنا قادرة على العيش وقادرة على يعني مجتمعاتنا لا زالت لم تخرب حياتها، يعني لا زالت أشياء جيدة وقادرة. ممتاز. هذه المجتمعات قادرة على الخروج من هذه الجائحة. دكتور، ما هي المناطق؟